أهلا بك صفاء، وآخر المستجدات في بنغازي لديك. نعم، مرحبا زميلي مصباح. لو نتحدث عن آخر المستجدات في مدينة بنغازي، لعل عسكريا عمليات القوات المسلحة المستمرة للحرب ضد الإرهاب متواصلة، طلعات سلاح الجو لدك معاقل الجماعات الإرهابية في ما تبقى من محاور لمدينة بنغازي أيضا مستمرة. الأبرز في مدينة بنغازي وهو المناشط أو المحافل التي تشهدها المدينة، الأبرز اليوم هو افتتاح كوبري الفرج. هذا الكوبري الذي يقع بالتحديد في منطقة بلعون، تلك المنطقة التي شهدت اشتباكات طيلة عامين ماضيين جراء الحرب ضد الإرهاب. اليوم بلدية بنغازي تفتتح رسميا هذا الكوبري الذي سيساعد في التخفيف من المختنقات المرورية، أيضا نعم. سيساعد في تسيير الحركة في مدينة بنغازي. مدينة بنغازي أيضا أو بلدية بنغازي أيضا شهدت اجتماعا ضم عميد بلدية بنغازي العميد أحمد العريبي مع مسؤولي الهيئة العامة المواصلات، بحثوا المشاكل والمعوقات في هذه الهيئة. العميد أحمد العريبي شدد من خلال هذا الاجتماع على أهمية افتتاح ميناء بنغازي وأيضا مطار بنينة الدولي، مؤكد بأنه سيوفر كل الإمكانيات عفوا لإتاحة الفرصة لافتتاح هذين المرفقين الهامين في بنغازي. أيضا اليوم مدينة بنغازي تحتفل بتخريج الدفعة 38 لطلبة الطب البشري، حيث أقيم احتفال كبير بجامعة العرب الطبية. تخريج هذه الدفعة لم يكن الأول، فهناك دفعات سابقة على في فترات متتالية طيلة الشهر الماضي تم تخريجها. لعل شعار كل الطلبة الخريجين سواء من كلية الطب وأيضا من كافة الكليات وهي تحاربون بالموت نحاربكم بالحياة. نعم، شكرا جزيلا لك صفاء الحاسم مراسلتنا من بنغازي.